انا بقى لك كل عايز اقوله ايه، الصفقات ليست مجال للتلقيح والتحفيل، ما تصغروش النادي الاهلي في هذا الاطار. الصفقه انتهت، اللي جه اتقفل صفحته واصبح لاعب ينخرط في صفوف فريقه، ونهنى عندما ينجح، نهنى عندما ينجح مش لمجرد التوقيع، اما ينجح باذن الله يهنى النادي الاهلي على ضم اي حد، اي حد. فسيبوا اللي جه بقى يخش في دولاب العمل، ما تكلموش حد فيه وما تستدرجوش في هذا الحوار. ومش عايزين يا سيدي، اللي عايز يشعر انه كسبك فليشعر بينه وبين نفسه اذا كان هذا يريحه ويطمئنه، ولكن دعونا نعمل باحنا مش انا، وان التحقيق النجاح بالنتائج وبالاهداف، تحقيق الاهداف، وان البقاء على حجم النجاح هو التحدي الحقيقي. ده كلام مهم جدا جدا جدا. اذا كان المهندس عدلي طبعا من الطبيعي انه يبقى في نوع من الحرج او في فمه ماء في الحديث عن لجنه الكوره او شركه الكوره. لا نسيتها، استنى، لجنه التخطيط محسن زكريا. لا محسن، لا على ايدي محسن وكابتن زكريا. كابتن محسن صالح وكابتن زكريا على ايدي، وبشوفهم ازاي وبمنتهى التفاصيل، وارائهم بتبقى في معظم الاحيان صحيح، اراء مفيده ومثمره. الكابتن الخطيب قاد كتيبه من المخلصين باخلاص، فاستحق النتائج من منظور العمل الجماعي. ده كلام مهم جدا يا جماعه. ولما بتتكلموا على كابتن محمود الخطيب كراس للمجلس او راس النادي، العمل الجماعي واحده من اهم ثقافات النادي الاهلي وادبياته. لكن محمود الخطيب دونا عن رؤساء النادي السابقين عليه، اولا تعرض لظروف اصعب من اللي حصلت قبل كده على الاقل في المدى القريب في النادي الاهلي. مبدئيا هو بيستلم الرايه من المهندس محمود طاهر، وقبل منه كابتن حسن حمدي وكابتن صالح والفريق مرتجي وكابتن عبد الصالح الوحش. كون انه كان شريك دائم للكابتن حسن والكابتن صالح في منظومه كره القدم، وكابتن طارق سليم عليه رحمه الله عليه، كانت ذكرى وفاته الايام يعني اللي فاتت. هذا العظيم طبعا، هذا العظيم.